انت عارف يا ابوي والله الواحد من زمان نفسه يقعد يتونس معاك وفي حاجات كتيره زاد وكده ده اقول لك، لكن انت براك شايف الواحد حايم 24 ساعه راجع البيت يلقاكم نايمين ويلقى ما في زول. المهم كروني زاد كويس انها هي جات زاد عشان نقعد نتونس وبتاع. والله العظيم انا في حاجات كده اقولها يا ابوي. انت معاي ابوي؟ معاي انت؟ سامعني بقول لك شنو؟ محمد مارد شغلت ترى يا يا ابوي يا اخي تونس معاك. رمضان اخوك اخوي كيف يعني؟ اخوك يا ابوي انت ما صاحبني يا راجل اخوي ومتين صلاتك بقت لي نص بدي اقول لك شنو يا في مصيبه كبيره انا مش اشوف ابوي وين؟ السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج زول كافيه على العربي او زول كافيه محبوس في بيت اي شيء يعني. حتى احنا قعدنا في البيت وبطلنا اي شيء، بقينا نصور من البيت نشوف نهايه الموضوع ده ذاته شنو. وبما ان احنا نتكلم عن قعده البيت وقعد البيت وقعد البيت اقعدي ساينتي، خلينا نشوف احنا الناس اللي قاعدين في البيت بيعملوا شنو. رسل لنا شنو جيب سكر زياده يا اخي. ايش بورد في البيت ما شاء الله طبعا يا جماعه موضوع القعده في البيت ده ما هزار يعني. انت كل ما قعدت في بيتك اكتر كل ما حميت نفسك وبعدت نفسك من الوباء الجايين ده. شفنا احنا في كميه من الناس التزموا وقعدوا في بيوتهم والله يحفظهم ويحفظنا كلنا، لكن في نفس الوقت برضه في ناس بتستهتر بالموضوع وماخذ الموضوع ده كانه عبط. استهتارك بالموضوع ده هيوصلك في النهايه زي ناس امريكا وايطاليا. حاليا احنا شايفين امريكا بقت المتصدره، ترامب زمان كان مستهتر بالموضوع ولا كانه في شيء هيحصل ولا كانه في شيء هيجيهم. I think we have it very well under control. We have very little problem in this country at this moment. You know, a lot of people think that goes away in April with the heat as the heat comes in. We're in great shape though. This is I really think doctor you want to treat this like you treat the flu, right? I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead, but this is going to be a very painful very very painful two weeks. لما هذا كتمت فيهم امريكا هسه بقت متصدر القائمه وكونوا يتصدروا طبعا الحاجه دي عاديه يعني. يا جماعه الامريكان ديل من زمان بيقول لك امريكا فيرست. It's going to be only America first. هاك الفيرست ده كله بسبب الاستهتار. الدول المتصدره القائمه بتاعت عدد المصابين في الكورونا ديل كلهم عم يستهتروا بالموضوع. ايوه وده راي 99% من الشعب السوداني ده الراي الحقيقي. والكورونا دي عندكم بس في التلفزيونات كنديو في الشاشات دي ما في ولا في كورونا ولا والله. فاعملوا حسابكم انه احنا برضه ما نصل للمرحله دي ونبقى زيهم. اقعد في بيتك لغايه ما الموضوع ده نشوف نهايته شنو. انت ما خسران شيء. وبرضه ما ننسى يا جماعه الناس اللي هم بتاعين رزق اليوم باليوم. احنا المفروض يا جماعه نقيف مع بعض يعني. الحكومه دي الليله اوكي هي ممكن تحاول تعمل لك حاجه تحاول تلقى لك حل، لكن الليله احنا بما قمنا في الدنيا دي يا جماعه معروفين السودانيين بطيبتهم وبكرمهم. انت الليله ذاتك لما تجي تدي اول شيء ابدا باهلك الاقربون اولى بالمعروف. لو انت عارف انه في زول من اهلك محتاج ولا شغال ورزقه باليوم اقيف معاه لغايه ما الازمه دي تروح واجرك عند الله لانه ده وباء وابتلاء. ابدا باهلك وبعد ذاك انت لو شفت انه انت كفيت ووفيت مع اهلك ممكن تدي جارك ممكن تدي صاحبك ممكن تدي زول ماشي في الشارع ساي. انت لو ما معتبرها صدقه ولا حسنه يا اخي اعتبرها حمايه لنفسك، لانه الزول ده لو طلع وتعرض للمرض وجاه المرض ده في النهايه حيجيك. احنا حاليا بنحاول انه المرض ده ما يصيب اي زول، نعزل كميه اكبر من الناس يقعدوا في بيوتهم وما يحتكوا مع بعض على اساس انه المرض ده ما ينتقل من زول لزول. لو في واحد بس عنده كورونا ده لسه تهديد. احنا دارين نصل لمرحله انه الكورونا دي تبقى صفر صفر ما في ولا زول عنده كورونا. فعشان كده كل واحد فيكم يحاول يقيف مع الناس الغلبانه اللي اكل عيشه ومدخله اللي هو رزق اليوم باليوم. اقيفوا معاهم عشان تحموا نفسكم. وقعد اللي بعده في موضوع كمان العنصريه. يعني احنا الحلقه اللي فاتت
كنا بنتكلم في انه أدوا نفسكم فرصه. اللي بيحصل ده يخلي كل زول يقعد ويفكر انه العالم ده الحاصل فيه شنو، يرتب ورقه، يبطل العنصريه اللي فيه، اي حاجه من الحاجات دي، انه الناس تعيد التفكير في انه اللي بيحصل في الدنيا دي حاجات كثيره غلط. لكن للاسف لغايه يوم الليله في ناس كده رافعين نخرين من فوق، انا ما عارفهم ديل شنو، ولا قايلين نفسهم هم اصلا شنو. يعني شفنا مشاهد العنصريه اللي ظهرت من حياه الفهد والمدرسه ولا المعارف محاميه ولا المظاهر اللي شفناها. شوفوا الفيديو، شوفوا الفيديو. وعلى شنو يا هم ما تبيهم؟ احنا بنفتلش فيهم، اطلعهم اقطهم برا، والله لو اقطهم بالبر. انا ماني ضد الانسانيه، لكن وصلنا مرحله ان ملينا خلاص. يقولون لنا لازم نلبس كمامات، ليش؟ عشان الغرب شنو فيها؟ معفنة من ريحتهم. الله يعيننا، الله يعيننا، ما خالف ما خالف. يعني ليه بس انا نفسك اللي قالت انه الوافدين ما جرى انهم نرميهم في الصحراء ونطلعهم من بلدنا. انت يعني ليه انا بستغرب زول بينفر من الناس وهو في حاجه لهم. يا اخي الوافدين ده ذاتهم اللي بيعالجوك، الوافدين ده اللي بيعلموك العنطزه ونرفع النخرين في السماء فوق على شنو؟ يعني انتوا بعد البلاء واللي قاعد بيحصل ده كله ما دار انت توبوا، مخكم ده ما يرجع مكانه، ما قدرت تتقوا ربكم في الناس، يتكلم وارموا لنا ما عارف شنو وطلعوهم برا وفي الصحراء. على فكرة اديك معلومة، 99.9% هاي زي الديتول، زي البكتيريا، من الأطباء اللي شغالين في دول الخليج كلها، مش الأطباء بس، أطباء ممرضين أشعة مختبرات أي شيء في راسك في المجال الطبي وافدين، رجعون بلدهم أشوفكم حتى تعالجوا كيف تاني. والتاني دي قلت لها ريحتهم خايسة، خياس، ما هي ريحتها خياس لأنه بتنظف وسخك، عشان كده ريحتها خايسة. لأن لو كانت قاعدة في محل نظيف ما كان ريحتها بقت خايسة. هالعوقة تلوقة ملاحن ساقط. وزي ما قبل شوي قلنا لكم الاستهتار وعدم احترام الزول الفقير اللي ما عنده قروش في المرض هيجيب لك بلوة، العنصرية في المرض برضو هتجيب لك بلوة. يعني انتوا بدل ما تتلفظوا ألفاظ عنصرية زي دي وتكرهوا الناس فيكم وفي بلدكم، عمشوا تكلموا مع مسؤولينكم. يعني انتوا شايفين انه سر عندكم في المستشفيات قليلة عشان انتوا شوية والوافدين اكتر، عشان كده بتقول انه رجعوا الوافدين بلدهم. طيب دي غلطتك من الاول، انتوا فاتحين بلد لشنو؟ واكيد انتوا عارفين انه البلد دي حيجيها 3-4 مليون، خلاص اعمل مستشفيات قدرها. انت ما قدر المستشفيات دي ما تجيب وافدين، اعتمد على نفسك وشغل مواطنينك. والحمد لله المرة دي شايفين انه الناس يا دوب بدت توعى وتصحى، ما زي زمان كان الغلط بيحصل والناس بتسكت. ما هو اللي ما بيشارك بالغلط بيشارك بشنو؟ بالسكوت عليه. شفنا مواطنينكم ما عاجبهم الموضوع وردوا انه دي لا تمثلنا، ورايا راي يمثل نفسها براها وشخصها وفي نفسها مع نفسها. انا ما ادري وين وزارة الاعلام وزارة الداخلية عن هالاشكال اللي تسيء للكويت وتسيء للشعب الكويت، مع انهم ما يمثلون لا الكويت ولا يمثلون حكومة الكويت ولا يمثلون شعب الكويت. فهم على عين والراس وهم بالكويت بلد الانسانية وقائدها قائد إنساني. كويس، دي حاجة جميلة كونه إنه الناس بقت ترد وما بتسكت. من زمان لو كل الناس بترد على التصرفات العنصرية، كل الناس بترد بالطريقة اللي ردوا بها أسي، كان العنصرية دي والاستهتار اللي عندنا في الوطن العربي ده كله كان زمان وقف. هسي ما شاء الله ما نديكم عين، شكل الكورونا فرمزتكم جد. يعني في الآخر بطلوا العنصرية دي وما في داعي تاني نتمنى إنه ما نشوف حركات وسخافة زي دي. ونجلس احنا من برا نرجع بطيارتنا الصغيره دي، نرجع السودان نخش جوه ذاته نشوف السودان الحاصل فيه شنو. غير الاستهتار والحاجات دي يعني في عباطه كمان، في عوار حاصله. قالوا في ناس بيدسوا الحمل، بيدسوا الكورونا. يا اخو انت الكورونا دي واد حرام ولا انت حمل غير شرعي؟ جاتك كورونا امشي قول يا جماعه جاتني كورونا. ما هو في النهايه انت بقيت مع الناس اللي حيتعالجوا ويطلعوا، يا بقيت مع الناس اللي مشوا في الثلاجات زي شفناهم في امريكا وعلى قال هناك ودهم بثلاجات، انت هنا بمشي لك بكارو. لكن في النهايه الموضوع ده يعتمد على شنو؟ يعتمد على انه انت اصلا تمشي تقول لهم انا يا جماعه عندي كورونا، ما تدسوا الموضوع، ما تتعابطوا. وانتوا ذاتكم يعني الليله لما يسالوا الناس ليه ما بتقولوا انتوا، عشان ثاني شيء بيتنا يوصفوه بالكورونا، بيتنا ثاني الماشي وجاي يوصف لي بالكورونا، الحله تبقى اسمها حله الزول عنده كورونا. شنو الهبل ده؟ كمان ده فيه هزار، المرض ده فيه هزار. شوف يا زول هوي عندك كورونا تمشي طوالي للجماعه الطيبين بتاعنا الكورونا، تسلم نفسك. وبعد ده كله اللي بيمشي يسلم نفسه. يعني الليلة قال لك في واحد ماشي دس المرض بسبب كرتن الدكاترة كلهم من 6 مستشفيات مكرتنين الدكاترة عشان زول تفكيره رجعي. وبعد ده كله اللي بيمشي ذاته بيسلم نفسه المستشفيات
يعني بيعملوا ليش؟ يعني زول سألوه قال لي انت عالجوك الدوك شنو علاج؟ قال والله ما ادوني ولا بنادول. بنادول ما اديته يا اخي. جيبوا البنادول غشوه غمسوه في اي لون قول له هاك دي حبه الفنكروش الفنكروش ادوها خليه بلا يمكن نفسيا يتعالج. لكن زول انتوا رامينه في سرير وملبسينه كمامه الحاجه دي ما يقدر يعملها في البيت. ما هو شوف الموضوع ده هو اصلا احنا عارفين ان احنا لغايه هسه ما في علاج. لكن خد جنبه اسطوانه بتاعت اكسجين، خد جنبه اي جهاز يشوف دقات قلبه، زول ده لو غمر لو حصل اي شيء ينبه هالممر ذي وجارية. ما ممكن يخدت لي مرتب وسرير وأرقب بس خلاص خلوه في البيت لما ينتكس يجيبوه بإسعاف انتهى الموضوع. وبمناسبة انه ذاته بيحصل شنو التعامل مع الكورونا في السودان، احنا هسه ذاته نقوم شنو نضرب على الارقام بتاعت المستشارين بتاعنا الكورونا نشوفهم ذاته هم بيردوا ولا ما بيردوا زي ما بيقولوا الناس، ولما يردوا ذاته حيدونا معلومات شنو. خلوكم معنا دقيقة نضرب لهم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه مركز مكافحة كورونا صدق. سمحت أنا عاوز أسأل من الأعراض. الأعراض حمى شديدة، ارتفاع درجة الحرارة على 38 درجة إلى 41 درجة، وضيق في التنفس، وألم في الحلق، إسعال، والأعراض تظهر من 12 إلى 14 يوم، أحيانا بيتأخر لثلاث أسابيع. طيب في حالة إنه الأعراض دي ظهرت عند زول، انتوا بتجوا للزول ولا هو يجيكم في مكان معين ولا يمشي مستشفى معينه ولا الاجراء اللي بيحصل شنو؟ على 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 حسب الاعراض الهجوميه يعني مثلا الحين حد اما بنعمل له هوم ايزوليشن عزل منزلي يعني عزل نفسه في البيت، اما بنرفع تقرير بتيجي الاسعاف بتاخده من موعد عندي يعني من المحل اللي بتاخده. اللي بيكونوا معاه في البيت وضعهم شنو؟ بناخذهم هم ذاتهم ويتحجروا. طيب الحجر الصحي بتاع الكورونا وين؟ في مستشفى جبرة بتاع المرضى، اما المشتبه فيهم بنديهم يونيفرسال. يونيفرسال برج التضامن برضه. ايوه برج التضامن برضه. طيب انتوا حاليا في الكون سنتر كلكم كوادر طبية ولا متطوعين بس من مجالات تانية؟ والله ميديكال كلنا بالانتير ميديكال. ولو في ناس عاوزة تطوع تشتغل معاكم في إمكانية؟ والله ما عندي فكرة. أنا دل السوبرفايزر بتاعينا ماسكين الشغل ده، أنا ما عارف والله. يعني أنت حاليا أنت ذاتك متطوع صح؟ أيوة أنا دكتور متطوع. الله يديك العافية ويكون في عونكم إن شاء الله. وحاليا أنا معك محمد عويضة مقدم برنامج الكافيه، واحنا المكالمه دي على الهواء مباشره. ويديكم العافيه وما قصرتوا. وعندك اي نصيحه تقدمها للناس عن طريقنا اتفضل قولها. اي نصيحه قدرت تقولها للناس قولها. طيب بقول لهم يعني اقوى سلاح ضد الفيروس ده هو الهوم ايزوليشن، العزل المنزلي. ما في اقوى من ده، يعني انك تقعد في البيت مدة الفترة المحددة دي الأسبوعين والكم دي حاول يقعد في بيتك يعني قدر الإمكان. بس ما وعليهم بغسل اليدين بالصابون باستمرار. تمام يديك العافية وما قصرت. وشكرا لك. أي استفسار؟ الله يديك العافية ما قصرت. الله يقويكم إن شاء الله. الله يسلمك الله يبارك فيك. شكرا لك. الله يديكم الصحة والعافية إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك. زي ما شفتوا يا جماعة الرقم شغال، ضربنا احنا والجماعه ردوا واتكلموا معانا، شايفين بكل اريحيه وبكل اخلاق وبكل ادب معطنا بالاسئله. وبعد ده كله جا قال لك اي استفسار تاني واي سؤال تاني. فالناس اللي بتتعب ديل عليكم الله ما تخلوا تعبهم يروح على الفاضي. ساي الناس دي قال لكم اقعدوا في بيوتكم، اقعدوا في بيوتكم لغايه ما نشوف الموضوع ده نهايته شنو. والله يحفظنا ويحفظكم، والله يجيب العواقب سليمه. وطبعا شايفين الفتره الاخيره موضوع القوم للوطن، كونوا حاجه تحصل في وقت زي ده هي كويسة وما كويسة. كويسة لأنه حاليا الوضع في البلد محتاج الحاجة دي، وإحنا في وباء أو في أزمة ما معروف لها علاج وما معروف لها حل. فكونوا إنه الناس تقيف مع بعض الليلة، الناس دي كلها مرقت وعملت حملة القوم للوطن عشان عارفين إنه حاليا البلد في وضع لا تحسد عليه نهائيا. في خضم هذه التحديات أود أن أطلق مبادرة القوم للسودان، الحملة الشعبية للبناء والإعمار، وهي دعوة للتبرع الجماعي الذي سيساعد السودان على مواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة.
من ناحية ما كويسة احنا ما دارين كمان بكرة الحكومة تتعود لنا على انه كل شوية القومة للوطن والقومة للوطن. احنا دي الليلة في بلوة, بكرة انت ما تجي تعمل لي اقتصاد البلد قائم على القومة للوطن. انت ذاتك اول ما جيت يا حمدوك قلت شنو؟ قلت احنا حنكون دولة لا تعتمد على الهبات والتبرعات والصدقات والكلام ده. انت حاليا ما تفكر بالموضوع بانه الشعب اداك قروش, انت فكر اخذ الموضوع من جانب تاني واحسن واكبر, انه الشعب اداك ثقة. الثقة دي انت لو خزلته تاني والله مش لو قلت القومة للوطن, لو قلت القومة لشنو داك ما في زول حيقوم معك. هي الثقة دي لو اتفقدت مرة خلاص باي باي, زي قشة الكبريت شخدتها مرة تانية ما بتولع. احنا دارين بلد قائم على الانتاج والتصدير وعلى حاجات الطبيعية اللي بتقوم بها الدول, ما دارين دولة تكون قائمة على تمسك تلفونك وتحول رصيد للبلد. الليلة الناس اللي تبرعت دي انتو كونوا تبرعتوا دي حاجة حلوة وحاجة جميلة, وبغض النظر عن المبلغ خزاته كم برضو حاجة كويسة, لكن زي ما قلت لكم قبل احنا زي ما وقفنا مع الوطن نقيف مع الاهل. الاهل جوا الوطن والوطن شايلنا كلنا والله يشيل البلا مننا. نجي بعد لي يا عبد الحي المخلوق الغريب اللي انا ما عارف قصته شنو. قول هذه الحكومة ليست اهلا لان تعطى شيئا قط. فالله جل جلاله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما, وهذه التصرفات من هذه الحكومة دالة على السفه. قال إنه الحكومة ديل سفهاء, طيب اللي قبلهم ما سفهاء ولا عشان السي ديل عملوا القومة للوطن ولموا قروش للوطن, انت داير قروش تمشي لحتات تاني. انت صحي تعال غناتك شغالة ولا قفلوها؟ بعدين انت عبد الحي حركك وين انا ما عارف يعني, يعني انت بس زعلان عشان القروش دي تلمت ومشت للوطن؟ طيب القروش دي لو كان لما مشت للباسطة واللبن كان حصل شنو يعني؟ هاي القوم للوطن. انت شايف الحكومة دي السفهاء, احنا شايفين حكومتك الزمان هو السفهاء, وانت زعلان ومحروق عشان قفلك جمعية القرآن الكريم. جمعية القرآن الكريم اللي كان عندها منجب ذهب, زول كان فاتح لها جمعية بتاعت القرآن عامل لها منجب, فاتح منجب ذهب وبيدفعوا له قروش بعد ده كله, يجي يتكلم ويقول لك سفهاء. سفهاء والله العظيم ما عارف السفهاء منو بالضبط. السي فيا عبد الحي اقعد في علبك, وانا ساعتها انا ما عارف الحكومه دي فكك لغايه السلي شنو, المفروض والله تربسوك عشان نرتاح منك ومن اشكالك ديل. احنا في شنو وانت في شنو؟ بعدين انت ليه علقت على موضوع القومه للوطن والحكومه؟ تعلق على طلع في المنبر وبتلفظ بالفاظ وسخه. يعني الكلمه دي قبل كده لما اتقالت في فيلم ستموت في العشرين خنقتونا خنق وقفتوا لينا هنا ردمتونا وقلتوا لنا, وده لفظ السي زي ده يتقال في مسجد؟ والله خير يتقال في الفيلم ولا يتقال في مسجد؟ يا منافقين يا متناقضين يا اللي دار لكم ضرب بالجزمة. تاني برضو في حاجة قال لك الحكومة فشلت في التواصل مع 50% من القادمين من الخارج قبل ما يقفل المطار. أنا بس دار أعرف انتوا ما قاديننا ومطلعين روحنا, كل ما نجي راجعين السودان نلقى ارقامنا ما شغاله. ليه؟ لانه انت ما مسجله بالرقم الوطني. انت الليله زول جاك انت عارف انه في يوم كده رجع فلان الفلاني من برا باسمه بيطلع رقمه, شنو اللي ما قادر تصل لهم؟ وبعدين انت يعني يقول لك الناس ادونا ارقامهم غلط, انت حكومه ولا ماشي تحنك لك مزه تشيل رقمه ادتك رقمه غلط عشان ما تضرب لها؟ ده شنو الهبل اللي انتوا بتقولوا فيه ده؟ نمشي للخبر اللي بعده. طيب قال لك رئيس الوزراء خصص 10% من عائدات الصادرات لشراء الأدوية. صادرات أسمع إحنا بنصدر شنو؟ جنود في اليمن. أهل ده ما صادرهم سمح كمان 10% سمح. إحنا نتمنى من الحكومة إنه تزيد الصادر وتزيد لنا النسبة ذاته عشان الأدوية تكتر في البلد. قال لك من قيمة الصادر مصادر إحنا. وفي خبر جميل أو حاجة حلوة جميلة عدت عليها سنة عاوز أذكركم بها, لا أقول لكم دقيقة أجيب موية. عدت سنة على تجمع القيادة, على اعتصام القيادة, على الاعتصام, على المنظر اللي خلى العالم ده كله يتفرج وخلى العالم كله يقف على رجل واحدة, الثورة السلمية 6/4 أو 6 أبريل 2019, التاريخ اللي مستحيل السودان ده تاني ينساه. وغير التاريخ ده في تاريخ تاني برضو جميل, تاريخ 11 و12, احنا في يومين سقطنا 2, روبرتو كارلوس بس جايبين جونين في يوم, يعني ده هاتريك رئاسي, والثالث ذاته جله بس طلع تسلل. وبما انه مرت سنه على سقوط الطاغوت وتفكينا من ال 30 سنه حكم, احنا بنتمنى من الحكومه الحاليه او الحكومات اللي هتيجي بعد كده تشتغل لصالح السودان, فترنا احنا. ويا الحكومه الحاليه, الشعب السوداني ده شعب صبور جدا, لكن لو زهج وقفلت معاه انتوا عارفين بيحصل شنو.
والايام دي شنو الذكرى قريبه والتواريخ قريبه، فاعملوا حسابكم لانه السوداني ده كان زهجوا والله بيطيروكم ثاني زي ما حصل شيء. عاوزين بعد ده يلا نبدا نشوف شغلكم انتوا هيحصل 200، بطلوا لنا الشكل في بعضكم ده عليك الله وركزوا مع البلد شويه. انا ما عارف 200 حديث حكومه تخاف على البلد والمواطنين، ابدوا لنا مين هسي عليكم والله. نشوف اجراءات صارمه في موضوع الكورونا ده، اي زول يكسر الحظر بتاع التجوال تتعاقب معاقبه صح، وما دفعهم غرامات تدس جنوهم، المهم يتصرفوا معاهم قرارات حاسمه. الحاجه الثانيه موضوع الناس اللي رزق اليوم باليوم اللي بيشتغلوا باليوميه، حلوا لهم موضوعهم وخلوا من اولوياتكم في الفتره دي، لانه الناس ديل بجد ما لها غير رب العالمين ورزقها اللي بيطلعوا يوم باليوم. الحاجه اللي بعدها الكهرباء للمره المليار، الكهرباء ما تقطعوها يا اخي، الناس قاعده في بيوتها ما تقطع لها الكهرباء، هيمشوا وين هيسوي شنو؟ الناس ذاتها زهجت، كون قاعد في بيته في امان الله بيحضر في طق ظلمه ما في شيء، كرهتونا زادوا كرهتوا الناس، لا يلقوها منكم ولا من السخانه ولا من الكهرباء ولا من الله ليكم انت يا شعب السودان. مجزره القياده وشهداء الثوره، الموضوع ده والله العظيم ما حنسكت عليه. احنا دارين الكورونا دي لما جو كده كورونا جو، دارين نشوف احنا شنو انجازات في النهايه، دارين نشوف تحقيقات طلعت، دارين نشوف في الموضوع المهم الموضوع يشتغل، لانه من هنا لغايه موضوع الكورونا ده يعني ان شاء الله لما ننتهي زاحيين في الدنيا والله العظيم ما حنقبل عليهم قبيل الا نشوف مجزره القياده العامه دي حصل فيها شنو. ولقد اعذر من انذر. وفي الختام ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالتلفزيون العربي وزول كافيه، ومن هنا لغايه ما نلقاكم الاسبوع الجاي تحياتي محمد عويضه.